بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. حلقتنا النهاردة عن الزوجة الأم. بتعجب على زوجة أم بشاشتها تشيل الغم، صدرها حضن يضم، يعزي في حزن ويقوي في هم. ده بيذكرني بزوجة بالمواصفات دي، زوجة أم. طب لما زوجها بيغلط، شوفي انت لما ابنك بيغلط بتعملي ايه؟ بتستري عليه وبتساعديه وبتقويه. هي حكت لي الحكايه دي، قالت لي جوزي كان انسان بسيط، اخواتي كانوا رافضين، قلت لهم لا اقفوا جنبه. فعلا من عامل بسيط مقاول كبير صاحب شركه وقع في غلطه ورطه دون دخول في تفاصيل، طلع يجري على زوجته وحكى لها غلطته. زوجته وقفت جنبه وسندته في ورطته. العجيب ان انا لما قلت لها لوحدك عملت كل ده كلمتنيش ليه؟ قالت لي ابونا انت كفايه اللي انت فيه، انا كمان هخليك انت تشيل مشكله زي دي؟ دي حاجات ما ينفعش يا ابونا انك انت كنت تدخل فيها ولا ادخلك فيها. ايه ده؟ انا حسيتها مش ام مع زوجها، انا حسيتها ان ام معايا انا، واحده خايفه عليا. نوعيات رائعه، انواع كتير بناخد بركتها في الاعتراف. صدقوني انا عاوز اقول لكم ان انا كنت عاوز اقبل يديها، انسانه رائعه رائعه. فرصة إن أنا أصالح كل زوجة، لأن ساعات بيزعلوا مني، فرصة إن أصالحهم بقى على الهوى. لما بتكلم بقول دايما المشكلة الزوجة، الزوجة يقول يا أبونا أنت بتيجي علينا. أبدا، أنا علشان عارف إنك أنت أم صدر يضم بالحب، فببقى خايف عليك وعلى بيتك، أقول لك معلش اتعاملي مع زوجك بالمحبة، اتعاملي معاه كأنه طفل وغلط، هتكسبيه، هترجعيه، هترديه، هتغيريه. ربنا يسندكم ويبارك حياتكم ويجعلكم دايما عايشين الأمومة اللي تضم مش ولادكم بس وأزواجكم. لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد أمين.